نقول احلى صباح على كل الناس من ميناء هلسنكي. الساعه دلوقتي 10 الا ربع الصبح، وانا واقف قدام الميناء وعملت خلاص اللي تشيك ان وادوني الكارتين الحلوين دول ورايح تالن. واحده منهم اللي هي من هلسنكي لتالن، والتانيه من تالن لهلسنكي. هرجع بالليل ان شاء الله النهارده، والجو النهارده ابتدى خلاص السما صافيه اهو، الجو بقى حر شويه وناس كتيره جدا 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 رايحه تالن النهارده. الذكريات القديمه بتاعت 2020 و2021 لما كنت عايش في اسبانيا، فهروح هناك تاني والف شويه هناك، وبعدين على اخر النهار بالليل يعني هرجع ان شاء الله هنا هلسنكي تاني، لان انا بكره عندي طيارتي بالليل ان شاء الله باك تو لندن. وبس كده اهو، بص المنظر جميل ازاي، تحس كده انك انت رايح رحله مدرسيه، فعلا رحله مدرسيه. هتركب باخره وتروح مدينه جديده وتروح حاجه قديمه شفتها قبل كده وتتفسح فيها وترجع تاني. الكايوسك بتاعت التشيك ان تيكتس عشان الفيري اللي من هلسنكي لتالن، وفي الاخر بيديني اللي هم الكارتين بتوع التشيك ان دول، من هلسنكي لتالن دي واحده ومن تالن لهلسنكي عشان انا راجع النهارده ان شاء الله بالليل. فكده انا معايا 2 تيكتس بتوع هلسنكي، من هلسنكي لتالن قصدي ومن تالن لهلسنكي، عشان اعمل ادخل بقى الباخره او ادخل الفيري من هنا، بطلع فوق وبعدين بروح على الشمال. موضوع السنة ما كانش صعب. لو هتعملها من هناك من عند اللي هو المكتب هتدفع 5 يورو، لو هتعملها من هنا من الكايوسك ده هتدفع حاجة، هتبقى زيرو. وما خدتش مني بالظبط غير دقيقة بالظبط، حطيت الرقم السري، حطيت الريفرنس نمبر، هم مديني ريفرنس نمبر ورقم سري في الايميل اللي لما حجزت بحطهم، وبعدين بيطبع لي التيكتين دول بيعمل لي تشيك ان ومش اكتر من كده. ويلا بينا هنا على تالين. وده السلم اللي بيودي على السفينة او على اللي هو الخروج للسفينة اللي هتوديني ان شاء الله تالن في اسبانيا. المنظر من تحت اهو، كل الناس دي مسافرة ورايحة تالن. بص الطابور قد ايه، كل ده طابور. البوردنج خلاص دلوقتي، وفي ناس هي خلاص راح تركب هناك، انا ما اعرفش شكلها ولا لا. الناس راح تركب اهي اهو، الناس راح تركب السفينه. الطابور قد كده طويل جدا. الله على الجو الحلو. Thank you.
بقى.